غرزتنا النهاردة كلها سلاسل. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير، رمضان كريم. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض غرزة اسمها غرزة السلاسل. هي اسمها كده فعليا، غرزة السلاسل تشين ستيتش، ودي غرزة حرة قوي وهتلاقوا لها تفاصيل كتيرة، وكل حد هتلاقوه على اليوتيوب بيقول عليها تشين ستيتش، ودي متفرعة كده وفيها تفاصيل كتيرة. النهاردة ان شاء الله هناخد ابسط حاجة في التشين ستيتش وهي السلاسل نفسها، فيلا بينا على طول نبدأ. اول حاجة هشتغل معاكم بإبرة رقم 4.5، وتقدري تستخدمي خيط تخين او خيط رفيع. تأثير الغرزة هو دايما هيكون في فتحات ضخمة، ففكرة حجم الإبرة حجم الخيط مش هيكون مهم جدا الا في النتيجة النهائية، وهتشوفوا دلوقتي معايا. هعمل معاكم حوالي 15 سلسلة بالكتير. بعدين من ظهر السلاسل وهنبتدي ناخد كل حاجة على الإبرة. وعلى فكرة في ناس في المرحلة دي بتعمل الصف ده كده صف غرز حشو عادي، فبراحتكم يعني، الموضوع ده بقى ترند شوية. بس الأساس بتاع كروشيه التونسي ان انت تاخدي كل حاجة كروشيه تونسي. لو هتدخلي كروشيه عادي هتدخلي تريكو، فبيكون في البداية خالص زي ما هما بيعملوا كده، بتحط الأول غرزة حشو وترجع بعدين تشتغل أي غرزة، بس ده بيدي منظر مختلف في البدايات بس عشان تكونوا عارفين. طبعا غرزتنا كمان مش معتمدة على اي عدد، ممكن تستخدمي فعليا اي عدد يناسبك وهتطلع معاك الغرزة حلو. بنرتفع سلسلة وبنسحب كل اتنين مع بعض. اول حاجة هرتفع معاكم 4 سلاسل. طبعا زي ما انتوا عارفين الغرزة كلها سلاسل، فهي من اسمها. ادي 1 2 3 4. بنشتغل يا اما في السلسلة دي نفسها، تمام، يا اما في الفراغ. وعلشان اللخبطة يفضل يعني تشتغلي في السلاسل، على اساس ان انت ما تقعديش تسيبي زي الغرزة الكلية، واحدة من على اليمين مرة واحدة من على الشمال واللخبطة دي. فانت كبري دماغك من البداية واشتغلي على طول في السلسلة نفسها، تمام. ادي 1 2 3 4. بدخل كده كاني هعمل غرزة عدلة، طبعا ممكن تدخلي كانك هتعملي غرزة بسيطة، ولكن السلاسل هتبقى عاملة معاكي كده، فيفضل ان انت تستخدمي الغرزة العدلة في المرحلة دي. ادي 1 2 3 4. هي الغرزة اسمها السلاسل، فخدوا بالكو هي فعليا اسم على مسمى. يعني ممكن تدخلي في الفراغ ده اللي هو ده كده وتعملي برضو السلاسل بديل للسلاسل اللي هي بتكون العمود اللي انت شايفاه ده، تمام، فانت وراحتك. ولكن شوية هيكون في بعض اللخبطة، فيفضل ان انت تدخلي في الغرزة نفسها. ودي 1 2 3 4. الطريقة دي كده لنهاية الصف. اخر حاجة بحب ان انا اخد السلسلتين بالطريقة دي، اسحب برضو 1 2 3. وطبعا ما فيش ارتفاع سلاسل اكتر من كده، فحلو قوي زي الفل كده. مش هنرتفع تاني سلسلة ونرجع نسحب، لان فعليا الغرزة كلها ارتفاعات. قلتلكوا الكلام ده من قبل في الشورتس، لو محتاجين نرتفع سلسلة فبنرتفعها دايما في نهاية كل صف الا لو الغرزة فيها ارتفاعات. ادي غرز اهي اللي فيها ارتفاعات، وبنسحب كل 2 سلسلة مع بعض. طيب احلى حاجة في الغرزة دي ايه؟ ان انت تشتغليها في الوان. يعني ايه؟ يعني يفضل ان هي ما تكونش سادة زي ما انتوا شايفين. شكلها في السادة عادي خالص، يعني مش واو قوي، هي بس ليها لمعة كده والزجزجة اللي انتوا شايفينها دي. فتعالوا ندلعها ونعملها الوان. فعشان اعملها الوان اخر حاجة كده انا مش هسحبها، ده اس اد جي، ده اليزا كوتون جولد. هسحب كده باللون الثاني، تمام، وعلى طول برضو 1 2 3 4، تمام. بدخل قلتلكم في السلسلة، افضل ليا من ان انا ادخل في الفراغ، تمام. دخولك في الفراغ مش وحش، ولكن يعني هيلخبطك، فانتي ومزاجك. لو عايزة تدخلي هتدخلي طبعا في الفراغات دي اللي ما بين الأعمدة وبعضيها وهتشتغلي، لكن أنا حابة بصراحة إن أنا أدخل في السلاسل، تمام. آدي 1 2 3 4. شايفين
انا بدخل على طول في السلسله نفسها. انت لو مش حابه تدخلي في السلسله نفسها ادخلي في العمود ده نفسه اهو. ادي 1 2 3 4. هي مش بتأثر، ولكن ما تنفعش ان انت مره في العمود ومره في السلسله، ده غلط. لكن اعتمدي طريقه منهم ونفذيها. انا اعتمدت طريقه ان انا ادخل في السلاسل نفسها، انت ممكن تدخلي في الاعمده نفسها وهتشوفوا دلوقتي انا عامله لكم واحده بدي وواحده بالنوع الثاني، فهتشوفوا ان مفيش فرق ضخم قوي ما بينهم. وبنسحب كل اتنين مع بعض. وبما اني بدخل الوان فعلى طول هروح برضو ادخل اللون الاصفر. وعلى فكرة هي بتكون لذيذة قوي مع الالوان اكتر منها مع السادة، وهتشوفوا حاليا الفرق. اوكي، بدخل في السلسله نفسها او في العمود نفسه، بس لما ادخل في السلسله نفسها افضل كده للاخر، ادخل في العمود نفسه افضل برضو كده للاخر. كل عمود بدخل فيه طبعا بدخل اهو، الفتحه بتكون سهله وبسيطه يعني موجوده قدامي. اسحب واعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4. وعلى فكره زي ما انتم شايفين هي من اول سلسلتين خلصت، وفعليا كنت تقدري تقفلي الفيديو وتكملي يعني، بس انا حباكي تشوفي الالوان وشكلها نفسه لذيذ قد ايه بقى، بترمي قد ايه هي شكلها حلو وتنفع على حاجات صيفي. فانطلقي، مش مضطره حتى ان انت تفهمي يعني ايه كروشيه تونسي، هي بس دي الطريقه. وزي ما انتم شايفين قد ايه المنظر كيوت. اخر حاجه من الجانب باخد برضو كده وبرضو بعتمد فيها رفع ال4 سلاسل. طبعا مش مضطره اعمل اي حاجه غير ان انا اسحب كل اتنين مع بعض، لان مفيش ارتفاع سلاسل اكتر من الارتفاعات اللي الواحد شغال فيها حاليا. فخلاص كده بسحب كل اتنين مع بعض، وبكده غرزتنا النهاردة تكون خلصت. غرزة سهلة جميلة تصلح لأجواء الصيف، تصلح ان انتي تدخليها في قطع ملابس، تصلح ان انتي تعملي بيها حاجات مختلفة جدا، مميزة جدا مع الالوان اكتر مع السادة. هتشوفوا دلوقتي شكلها في السادة اهو، مش احلى حاجة ومش كيوت قوي. ولو اعتمدتي لون واحد، بصي الزجزجة اللي انت شايفاها دي هتلاقيها موجودة هنا، لكن لما بتدخلي فيها الوان بتكون المنظر احلى والاطراف متساوية اكتر. دي اعتمدت ان انا اشتغل من قلب السلسلة واطلع منها شغل، لكن دي انا كنت بشتغل في الاعمدة اهي باينة حتى من هنا. فهتلاقوا الغرزة هنا اللي بتشتغلي من العمود نفسه بيكون ليها ميل زي ما انتم شايفين اهو، اتمنى تكون واضحه شايفين الغرزه عامله ازاي. لكن لما بتشتغلي من السلسله من عمود السلسله نفسه اللي هو السلسله العدله كده، بتطلعي كده من السلاسل المختلفه، بتكون الغرزه معاكي واقفه ومستقيمه ما فيهاش اي ميل جانبي. او اشتغلتي بلون واحد بتكون في زجزجه كده، ده مش اخطاء ولا حاجه، ولكن مش هتكون احلى حاجه لو عملتي كوفيه او شال صيفي، فمش هتكون مميزة قوي. لكن لو هتعمليها ملابس القطعة دي اصلا كده كده بتتقفل، فمش بيكون ليها تأثير قوي. ولكن من الافضل ان انت تعتمدي شكل الالوان زي ما انت شايفة طالعة خرافة، وفي الوقت نفسه كمان الزجزجة دي مش هتكون موجودة. بكده فيديو النهاردة يكون خلص. غرزة التشين ستيتش او غرزة السلاسل غرزة مميزة قوي، حلوة تصلح لحاجات كتير. تابعوني على الفيس والانستا لو حابين، وروحوا على التيك توك لو حابين الحاجات السريعة. اعملوا سبسكرايب وشير للناس اللي حابة تستفيد وتعرف يعني ايه كروشيه تونسي. رمضان كريم ومع السلامة، باي.